تعالى وبركاته، ارحب بكم متابعينا الاعزاء من صفحه جلال دي زاد كار وايضا صفحه اليوتيوب جلال فيديو. على بالي بزاف قاعدين يتسالوا لي مت هذا ولا يحوسوا على مقارنات ما بين السيارات، خاصه انه بعد تصريح يعني مدير العام لشركه شيري بانه الاسبوع القادم ان شاء الله بدايه التسويق تاع السيارات، ممكن الاسبوع الجاي تروح يعني للشاوروم وتخير السياره اللي راح تشريها. على بالي ما كانش معلومات متوفره في كي تحوس في الانترنت، مستحيل انك راح تلقى واحد الامور يعني تحوس عليهم، خاصة الشعب الجزائري على بالي على واه يحوس، والناس اللي مالفة تتبعني وتتبع سلسلة سقسي قبل ما تشري على بالها على واه نحكي في السيارة. دائما نميل اني نحكي على المحرك لابواط واللي هي علبة تغيير السرعات، وأيضا نحكي على الكاروسري، وخاصة السيارات الصينية دائما نحوسوا على أقرب سيارة ليها ولا سيارات شبيهة ليها، واسكو قطع الغيار تاعها متوفرة لهنا في الجزائر ولا لا. على بالي الأسبوع الجاي والناس ماهيش راح تنتظر للأسبوع الجاي، لأنه الأسبوع الجاي راح يكون يعني الناس تبدأ تدير طلبيات، والناس تحب تكون من الأوائل باش يديو خاصة السيارات نتاعهم اللي يحبوها، وخاصة شيري تيغو دو برو اللي راح يكون عليها طلب بزاف. لهذا درت لكم هذا الفيديو إن شاء الله. كما على بالكم قلنا نبداو بتيغو دو برو. تيغو دو برو هذه خوتي كي نجيو نبحثوا عليها كسياره ولا نبحثوا على الامور المهمه اللي يحوس عليها المواطن الجزائري ولا المستهلك الجزائري، هذه السيارة يسميوها تيغو دو برو هنا في الجزائر وباقي دول العالم، وكاين في بعض المناطق يسميوها ايضا شيري تروا اكس مثلا كما في تونس ولا كذا. وكي نروحوا نبحثوا يعني في الانترنت ما ولا ويكيبيديا ما نلقاوش بعض الامور، كي نكتبوا شيري تيغو دو برو كي حوست عليها في الاخر وسمولو يعني في المعاجم مش كاين في الانترنت. ليسونسيال انا عرفت منين نجيب لكم المعلومات وشفت يعني نهار الافتتاح تقريبا ديت لمحة على لقيت ثلاث سيارات تيغو دو برو قلنا تاع 199، وحكيت لكم فما في اللايف وكان اول واحد احكي لكم على نوع المحرك اللي هو 1.5، هذاك 1.5 4 سيلندر تنفس طبيعي في ارخص سياره عندهم، وكان فيها ايضا بواط مانيال، وعندهم ولا هذا الامر اللي خلينا نحكيو انه سياره تيغو دو برو في العالم كامل تقريبا ولا في الدول المجاوره فيها تروا تاع ليفينيسيون. الاولى ولا الابتدائيه ولا لونتري دو جام هي تيغو دو برو، تجي فيها محرك 1.5 كاتلين يعني عادي تنفس طبيعي. والمحرك هذا كما حكيت لكم نعرفه من قبل، وحكيت لكم في اللايف قلت لكم باللي المحرك هذا نعرفه بزاف خلاص. ايضا فيها بواط مانيال. نفوتوا للفئه الثانيه اللي فوقها بعد وتجي نفس المحرك 1.5 التنفس الطبيعي، وفيها بواط اوتو من نوع سي في تي. واللاكجوري ولا الفئه العاليه خلاص ولا هذو في زوز اللي فاتوا كنا نحكيو عليهم كانوا الكونفور، وحده ال اكس وحده ال حاجه كيما هكا. مهم والفئه العليا خلاص تاتي بمحرك 1.0 3 سيلندر تيربو، وراح نحكي لكم عليه، راني جبت لكم بالتفاصيل الممله. كيما نبداو نحكي وراح مش راح نبداو نحكي ونشوفوا هذه السياره التعريف نتاعها ولا من وين جات، واني كنت حكيت لكم يعني على الامور هذو. كي نروحوا لهنا نبداو نشوفوا تيغو دو برو ولا اللي يسميوها التيغو 3 اكس. كي نجيو نبحثوا عليها نلقاوها راهي مبازيا، وكما قلت لكم على قاعده العجلات تاع الفون ويندو. على بالي تقولوا لي هذه ماهيش اللي قاعده تسوق لهنا في الجزائر، بهذه تيغو 2 هاكو تشوف فيها مكتوبه 3 اكس، وكاينه 3 اكس بيبليس هي تيغو 2 برو، يعني ونفس السياره خاوتي نفس الصاشي، يعني كما قلنا داروا فيس ليفت لهذه السياره، يعني داروا تجميل للتجميل لهذه السياره. كما قلنا راهي مبازيا على شيري فولوين، وشيري فولوين راني نعرفها مليح خلاص خاوتي كما قلت لكم حكيت لكم عليها، وراني مام حتى درت عليها فيديوهات في القناة، يعني الناس اللي متبعتني في سلسلة سقسي قبل ما تشري على بالهم بيا بلي درت لهم عليها عدة فيديوهات. نفوتوا للأمر الثاني كما قلنا هاو التسمية تاعها تيغو دو، كما قلنا في برازيليا في مصر في عدة دول في تونس في كذا يسميو لها تيغو دو برو، ولا في إيطاليا مهم عندها اسم واحد آخر خليوه لكم في المستقبل إن شاء الله. كما قلنا مبازي على وهم مبازي هذه السيارة. هاو نزيدو نعاودو نرجعو لهنا، عفوا خطي هذه نروحو لهذه. هانا كي نجي تشوفو هي يقول لك الكلاس تاع هذه السياره تيغو دو برو ولا تيغو دو، الكلاس تاعهم هو اس يو في كروس اوفر، يعني بين الكروس اوفر والاس يو في 5 دور يعني 5 ابواب ريليتد، يعني على وهم بازيه ولا قاعده العجلات تاعها منين جايبينها، جايبينها من شيري فولوين دو. نزيدو نفوتوا للموضوع الثاني، وكما قلنا وها هما كي المحركات، المحركات كي نروحوا نحوسوا على محرك دايما نروحوا نحوسوا على
نيميرو ولا كيفاه يسميو لها يا ربي. مهم الكود تاع المحرك، الكود تاع المحرك ها هو كي 1.0 ليتر، يسمي الكود موتير كما قلنا نحوسوا على كود موتير اس كا ار او 3 تي دي سي، كما قلنا 4 لاين تيربو، هذا نوع من المحركات ولا المحرك اللي قلنا يجي في الفئه العليا. وعندنا محرك 1.5 سامبل يعني تنفس طبيعي، ها هو الكود موتير تاعو الاس كا ار 477 اف، هذا هو نوع المحرك. كما قلنا احنا ترانسميسيون يعني البواط فيتاس كما قلنا 5 سبيد يعني في المانيال، هاي مكتوبه مانيال. عندنا 4 سبيد اوتوماتيك وهذا ماهوش متوفر، يعني متوفر عندنا هنا في الجزائر 9 سبيد سي في تي، هذا هو نوعيه تاع الجير بوكس اللي راح يجي في تيغو دو برو، يعني الاوتوماتيكي راح يكون من نوع السي في تي. هذه هي بعد كي نهبطوا شويه لتحت، ها واش يقول لك الاكس 3 برو، واش هي السياره هذه خاوتي، واش قاعدين تشوفوا في السياره هذه، راه كيما يقول لك في سليفت، يعني راهي تيغو 3 اكس داروا لها في سليفت اللي هو تيغو، عندنا لهنا في الجزائر نسميوها تيغو دو برو، هما يسميوا لها الاكس 3 بليس، كيما تشوفوا فيها 3 سيلندر نفس المحركات 1.5 يولد 116 ولا يولد 107، يعني اختلاف راح يكون في عدد الاحصنه هذوك في 1.5 راح يحددوا نوع لابواط اللي محطوطه. اذا كانت سي في تي راح تلقاو المحرك يولد تقريبا 109 احصنه، اذا كانت عاديه راح يولد ممكن اكثر شويه. سي في تي تميل اكثر للايكونوميك من حيث الاقتصاد تاع الوقود وتنقص شويه في العزم. نزيدو نفوتو الكود موتير يا اخي كنا شفناهم خاوتي، هاستنى نردو لكم تاع الكود موتير، ها هو الكود موتير اللي عندنا. فوالا نبداو نشوفو الساعة 1.5 يعني كيما قلت لكم ها هو الكود موتير الاس كا ار 4 والباقي تاعو، ها هو المحرك الاس كا، وينك يا الاس كا وينك، عفوا لا وين هو المحرك، ها هو المحرك الساعة نعتو لكم، عفوا ماشي ديلايت نحطوه برك تشوفوه، ها هو هذا هو محرك ال 1.5 السامبل، وتشوفوا يعني علامه تشيري هي الوحيده يعني اللي حافظت على المحركات نتاعها، واصلا هي الوحيده يعني من قبل بعد في الشركات الصينيه اللي تعتمد على محركات ولي بواط فيتاس تاعها صنع تاعها 100% خوتي، ما فيهاش وما بدلتش فيه مام حتى المحركات الجديده هذه اللي راح نحكي لكم كيما ال 1.0 هذا تي سي اي تاعها، كي نجيو نبحثوا نلقاوه باللي تاعها هي اللي طبراتو وهي اللي دارته، هذا هو هذا هو ناوش من تكنولوجيا خوتي. نشوفوا الفيديو نتاعو لهنا، فوالا نجيبوه الكود موتير كذا فوالا، ها هو المحرك عندنا، ها هو نفس الكود موتير، ها هو كي ال 1.0 تي سي او، كي نجيو نحوسوا عليه نلقاوه تي جي دي اي، يعني بتقنيه تي جي دي اي، يعني حقن مباشر للوقود 1.0 3 سلندر، حقن داخلي ولا حقن مباشر للوقود. فوالا ها هو كي نزيدو نشوفوه مليح، فوالا تي جي دي اي نفس المحرك، وكما قلنا يعني المحركات نتاعهم راهي تخدم فيهم هما نفس العلامه اللي هي شيري كما تشوفوا فيها، قلنا نفس المحرك هذه شفناها، عندنا ايضا وين هذه، ها هي كي الموتور هذا شفناها، هذه الانسان كان يمسي بون ومو منزيدوش نحكي عليه. كما قلنا هذا السيارة ايضا الحاجة المليحة فيها انه قاعدة العجلات نتاعها، هذه الحاجة اللي ايضا تمكم انه قاعدة العجلات نتاعها تلبس بزاف حوايج ولا مخدومة على سيارات فولكسفاجن، يعني كي تروح تشري سيسبونسيون لهذا السيارة، لي بلاكات دو فرا كيما كنتو تشوفو فيها، القرعة تاع الما تاعها، الفلتر دار، يعني عدة أمور 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 تروح تشري لها من جروب فولكسفاجن، من البولو 3 أي عفوا من بولو 2 من الجولف من الجولف 4، يعني مجموعة كبيرة خلاص من سيارات فولكسفاجن، من الباسات تلبس من عدة سيارات بورا، يعني سيارات خاصة فولكسفاجن لونسيان يجيو على هذه السيارة، يعني راكو عندكم معلومات ربي يبارك لميتوها من هذه السياره، هاني عطيت لكم المفيد تاع هذه السياره. اما فيما يخص لابواط فيتاس قلنا عندهم بواط فيتاس تاعهم هما بعد مانيال يعني 5 رابور ولا 4 رابور اللي ما شفتش، وعندهم بواط فيتاس حديثه واللي هي سي في تي، يعني
ناف رابور يعني غير حقيقيه، يعني 9 سرعات غير حقيقيه، على واد 9 سرعات باش يكون التغيير ما بين السرعه والسرعه يكون في حدود، ولا دورات تاع محرك تكون صغيره باش ما يطلعش بزاف عدد دورات المحرك، ويكون الاستهلاك نتاع هذا السياره يكون صغير بزاف. خلاص ايضا من بين، وزيد ونحكي لكم بربي ان شاء الله اذا خليتوا لي في التعليقات، نزيد نحكي لكم ان شاء الله على الاختلافات ما بين لي بواط فيتاس. بواط فيتاس سي في تي هذه لازمت لها عنايه خاصه فيما يخص تغيير الزيت، يعني المحركات تاع السي في تي لازم لها تغيير تاع الزيت كل 50,000 كيلومتر، والنوعيه اللي هذه اللي مخدومه لهنا في علامه شيري من مصنع العالمي بوش، يعني زدت تفكرتها مهم البواط تاعها راهي مخدومه عند بوش. المعلومات هذه بربي ان شاء الله ما تلقاوهاش، وهذا هما المراجعات تاعنا اللي نديرهم للسيارات، او هذا كي نحبوا نشريو مثلا. نحكي لكم على العقليه نتاعكم، على بالي فيديو شويه طويل كما قلت لكم، اذا حبيتوا ثاني نزيد ندير لكم فيديو على قلت لكم انواع تاع لي بواط فيتاس، واش كيما نفرقوا ما بيناتهم الملاح اللي مش ملاح، واش تبدلوا فيه واش ما تبدلوش، الانواع بالاسامي كلش راح نحطه لكم بربي ان شاء الله. كما قلنا البواط سي في تي ناف رابور تبليل، ولا كما نقولوا ايميديفيكاسيون بالزيت، يعني من نوعيه جينيراسيون احدث جينيراسيون، يعني احسن من السي في تي القديم هذاك. مهم خوتي هذه الابواط يعني، ولا المحرك حتى محركات علامه شيري راهو يقول لك، ولا في التصنيفات اللي هيك في الدول الصينيه، ولا في التصنيفات الصينيه، ولا في المراجع الصينيه يقول لك راهم كلاسي من بين 10 احسن محركات. هذه تبقى للوقت ان شاء الله. وكما قلنا عندنا محرك نعرفوه بزاف خلاص لهنا في الجزائر، وعندنا محرك جديد علينا، وراح نزيدو نتعرفوا على سيارات واحد اخرين وانواع المحركات اللي فيها وايضا المميزات اللي فيها. انا قلت لكم في هذه السياره من بين المميزات اللي قاعد نشوف فيها مليحه بزاف خلاص هي الارتفاع عن الارض، المساحات الداخليه اللي واسعه بزاف خلاص، مساحه التخزين اللي هي 420 لتر، يعني الله يبارك حاجه مليحه بزاف، وزيد لها محرك نعرفوه، قطع غيار نعرفوها. هذا هو ولا هذه هي المراجعة تاعي انا لسيارة شيري تيغو دو برون، نتمنى ان عجبتكم. غدوة ان شاء الله ممكن نزيد ندير لكم سيارة واحدة اخرى، بعد غدوة سيارة واحدة اخرى، وغدوة سيارة واحدة اخرى من علامة شيري، كي نكملوهم نزيدو نفوتو لعلامة اوبل ولا علامة جيليا طبعا، كي على حساب الاراء تاعكم. هذا هو الفيديو تاع اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء.